نشوف الترتيب الفرق في مفاجأة موجودة فوق ومفاجأة تحت. المفاجأة طبعا وجود الفتح في أعلى الفيحة. سلم الفيحة أنا مرة أقول الفيحة في أعلى سلم الترتيب، وهذا يدل على عمل جيد وفريق صاعد ويوصل لأعلى سلم الترتيب بعد ثلاث جولات مهم جدا. الغريب وجود الشباب والتعاون، وهم كانوا من الثلث الفرق عفوا عفوا ساعات كمل فرق المقدمة في